الدراسة التي أعدها المعهد الفلسطيني للصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية حول تأثيرات المياه على الصحة العامة في غزة خلصت إلى وجود مخاطر متعددة على حياة الغزيين جراء استخدام المياه المتوفرة عبر صنابير المياه أو المياه المحلاة وحتى المعبأة في قارورات. صنابير المياه المنزلية تزود معظم قطاع غزة بمياه غير صالحة للشرب، قد يمكن استخدامها لأغراض أخرى عدا الشرب، وحتى المياه التي تحضر عن طريق خزانات المياه المتنقلة تصبح ملوثة خلال عمليات الإنتاج والنقل. نحن ننصح بقوة المواطن الغزي أن يقوم بتعقيم المياه أو غليها قبل الشرب. دراسات علمية سابقة أكدت عدم صلاحية المياه في القطاع للشرب بنسبة تزيد عن 95%، واقع دفع السكان إلى الاعتماد على المياه المحلى التي توفرها محطات التحلية وتوزع عبر صهاريج خاصة تحمل هي الأخرى مخاطر صحية. المياه المتوفرة في المرحلة الحالية بشكل كبير تشكل خطر على صحة الإنسان بشكل أو بآخر، والحلول الآنية غير متوفرة، لكن طبعا نحن من خلال إجراءاتنا الرقابية على المتوفر من مياه الشرب من خلال محطات التحلية والمياه المعبأة أو المصنعة نحاول من خلال برنامج رقابي صارم بمتابعة كل محطات التحلية. المختصون في المياه والصحة العامة يوصون بتشديد الرقابة على مصادر المياه المتوفرة، علاوة على رصد واتخاذ إجراءات الوقاية من الأمراض المنقولة بواسطة محطات التحلية كحلول آنية وصولا إلى حلول استراتيجية. هناك طريق واحد لحل كل هذه المشاكل هو إيجاد بدائل آمنة للمياه في قطاع غزة، ويتأتى هذا فقط بإيجاد مصادر بديلة للمياه التي بدأت تنقطع الحقيقة في قطاع غزة. التحذيرات من تأثيرات استخدام مياه الشرب المتوفرة في القطاع على الصحة العامة للمواطنين تتصاعد منذ سنوات في ظل غياب البدائل الكفيلة بتوفير مياه شرب أكثر أمناً. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.